السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طاود يالميل كستو أتشوكتان كسو لوادع برمامجكا شاكا با شاكا كانتا أو أخ برمامج عصوب أو آلابات كلاسو عندون تان تلفزيون كسي بي تي في حانون تيسو كل يهي مغلا ده هرقيسة برمامجكا وحي قولة داد هنا سامية سامية يسو لوو أن أضبط ما حصلت هاي أن ربي رحمد دبعا برنامج كني كله هو برنامج أنه قلت لك اللي إن أنه مركز سيدت كنا أن كحرين زي بي أتي في أنه كو مددالو نو مركز قصوين يشركوين إيا مددالو إن تباب المركز أن أنه كل سعودسينو أن سيدوك لا ربي رو وحي أنه برنامج كان قلت لك اللي إن أي سلدا وضياشو أي كاقيم قاعتان شيكوين إيا قصوين إيا مددالو إن كاي تعليهين إيه قوان لقل قيب قادن إيا أن تاسو أي نوكسو قد بين دونا وليبا أن لمبر إيو إيميل كا إيو كومنتي كا هاد بس إذا عيش عليهن إيو وليبا بيج كا زي بي اي تي في أن كسو عوبر شيكا دا كوغان شيكا با شيكا كان تايا تايدا ما كون نغن دوراي بطا دا يو هرقل إسامي شيكا دا نوا شيكا أدو حيسا بدانو داد يوغا استرايس كو هايستو داد يوغا إي محاية طلاع تشعل إني وحيابا قصول كا إي نغيستان أما با إي داودان أي شيكا دا ني أنفعسا شيكا دا نوا نمبا وحي من مقال عصب هاي اسلام مركزنا مقالات العصبة ويميد عد مكان قرنايو هاي بتروح السيري تذكر قال قرن ميسي بالمساج التقو قف مسلم تقصو كحستو احترا وركالي نفكني بره هاي تبي تو من تدو ستة شو ديك بلاد وعي هاي مساج تكيو تذكر فرديا أيسو استعج هاي بس هو هالقف بانو بحنا ووري مركزنا تذكر سوا ايه جانا سير عبادة دي سكود كبيرو دفرديا نقفنا شو مورب هل هالقف بانو بحنا من دينو كربوس اسواستا هاي إذا تتذكر ويا بام بام ميد ولا وضع بقية يا مركز تصرت صالوغ في قاكي بس وقع كي بك حي هاي كي بعد بتنف كي سوبري هاي كي بكون سيتشوك وصار نقطه حسر مثل لبعض ومسلنا ده تلك ما تقدر كيس تذكر مثل لبعض ومسلنا دوره هاي وسوي استعجوم مركزه تبتيري وحنو بحنا ميد كلام تذكر سكبي ناس كي هرو وسوي جورعي مثل بدل جورعي مثل لبعض نين تبي دوني ها وقلت فهم تذكر نو وقلت فهمينو وسوي ذكبين هاي تبي تمهات كي تيجو وين هالشيء خلتني هيا داومين 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 فرت الرقاص على وقته سكري أنا قلت أيدي تشي أنا قلت أيدي تشي مسلم بحنا مركز يعني واحد لقى هذا وشكله كذا أصله حصله عد إسلامه كوجر كرته لكن هذا الكموسي بديني نو تذكر نو مكلي كرني نو تهيم نو كالي مو ركري أدي ورنفر بانو بحنا ومبر هقف هالقف بانو بحنا تذكر نو واحد ماضي يعني إنه واحد ديره يو كم دي استدي قالي ها يا يا الله صار يا ده سألت مركز ده بالمئات كيو هي الشيخة أنا جور رئيسيتي أنا جور رئيسيتي مركز على الكرة استغنا مركز سو حو بانوقف وجور على هايو أصبوا نفبه هي سو حصله بالوادي كان نادي هيركا يسوق قرينا مقال عصبات مادين أدي مركب بالمسجد كم كل وقف كسوق حيسو أدي في حشرة هم جعابين اللي قفر من سكالة بلوي ما قرينا سيد بال هالقف فرطوية مركز سيدت كنا يسوق ذكر أنا شغلة بحول هدي أنا دوت جي أنا قف سلام بانا نفتح معاين كاي حرب قالة إن ربيرو ده شيء كبر شيء كي كان تاعي أنا قلنا شيء كهل كنا وحنا نوجو هيا بالله ذو آخرنا سجار من لقوع بقى آخرنا سكر من لقوع بقى آخرنا سكر من لقوع بقى شيء كذا نيء إن نبى وحصو قلاي قبل قوة الشيء كي سانيو شيء كذي بالو ودي ولو ودي ولو ودي ده شيء كبر شيء كي كان تاعي مركي سبي قاله نكوي وحو إسكت صوت شري أو وحصوص طي شيء كوا كل رياضي طبعا والله ورئيسي وربنا دقون الشيكة هذا كورن بولي وحولا نقول الشيكاني قنفتي ذي يقول عضي عيان ذيك الشيكين يمتك لي ذيك الشيكين ماي أيه وحول هبين هبين هذا كم بذبان رياضة وان سيحضي وان رياضة بولي أيه وحول وحن كل رياضة أنا قو هرت بالشنة دي لح شوقة شنة دي أن شوقة إيه شنة دي أنا قو شوقة بع حرارة بيقة بطي وحنو بعضينا نحب السيجاران عبد سيجاري عفوا هذه بها عديان حرارة بيقة بطي وحولي إنك هيجوا ماس بارباري دبي يدعل حبت سيجارة ماسك حلا حبت دي سيجارة هاي مركي عن سك حلا يبان وحولي شنو ذكول الحورية ورنا درتم مكاهلية ورنا درتم مكاهلية ورنا دتنا وحولي ورا هذا وهم كل شغنا هل كان شنو على هذا طب الكل قام يستعمله هذا دب دوني سات سيجارة كم كل شدته نار تطق وحب حي إنك هيو وحب تجي نارتي نارتي مركي وتجي وحولي عن تجي بان سيجاركي كشتا وحلوان كهور عبيلة كان نضيك ولما نغوان كلو سيجاركي يرشداني وحولي انتي عن عبي وحن داويني بالنار تيي وحيابها كده حدا عيا وحولي وان داوضي وان داوضي وحيابه بضن وكل دوم بان كهاركي ماشي انتي عن داويني بي سيجاركي ناي قدام ماضي إلا نفقاتي داوض الشدي وحولي كان نضي بان كنغضي وحن قد تغي ملكي إلالين يا البابك
يدو لبدلو مالك عنكي هاين لكنو لكنو مشي تاغي هاي مركا كي هو ردي او ردي ويوجيان امحي لكن كان زمانا اروق كما فصح غدا دبتنو يقول ورم حدون يسايو ويشوشي يقول مركا سركا يقول ورم يشو وارن هذا السيجار بين سوتشي دنيو نرتان كصغير نقول هي قال لي والله قبط النارتي والله يقطورة هي تروح للسيدي بالنارتي عن كت حجب زنا عن كوكلا حبت سيجار أنا عن كوكلا تحسين الرياء هايدي آه شكلا سي داول يلا حيد شكل رياء وقف كل رياضي طبعا قف كاس تبي تروح صوارك كي شنادي نو صوارك نارتي نو صوارك نسيب كيس مرنا وفي عمرنا وحمايو ماكو تكين نسيب كيس وفينا مركو نارتي تكين وحمايو توتن نارتي دبل وقعلي وقف كل رياضي هاد وتلم مورال كيسين ديسي ويكسي جلسة لكن وحي هاي ريو شكاداسي شكاداسي شكا ريو او مركاسي دادكي ملكو قف بشيكي وكل شيكي ولو داقي بيها شكادا وحن كدح فهمي وان كدح حركي ننكاسي انو شرنادي دميد اي كاسارتي حبت سيجارة ودونتي نارتا حبتي سيجارة هيدنا اي نارتا جيسي تالفتي دو واحد تلمامي سا ان تديو اد كبلوتو استعمال اني ميلا بدن لا ماري كارتو اني ميلا بدن لا ماري كارتو مر مركا قار اي كدوي كارتو ودادا ساحان او ودادا قلدن اي جين كارتو ان بالدي ربيرو شيكه بشيكه كانت هاي ان شكارن شيكه اللي بادو قالين وحان ان داوديشا ان انوغيسينيا ان تليفون كشاشته كو قران اي نوغو سو ديري كران وخي يغو فكر اه شيكوينا يا اسلام مركاسي هيان اديه ان هدي ان شيكاديده ديبا نوغو سو نوقو sheekadani sheekooyinka kale waxay kaga qadarsantay ninka laftirkiisu wuxuu ahaa nin aad muqayil oo ka muqayil karo kuma shakiga dibadda sariirtii uu ku seexanayay ayuun ba markuu habeenkii madu jeefsado buu xawaan wuxuu ma koosan qaran wuxuu ma isjiito uu ayaa uu seexdaadra subaxii buu soo toosaa asagoo gidiga xalay seexan uu shaqo tagaa dibadda shaqaalihii dadkii wax bay qabsadeen oo way isku meereysteen oo dibadda waxa lagu waa dhaqtartan waa dhaqtartan leel ma wax ku yar dhaqtartan haye لما تدخل بوتك نقول لك دخل هرو تجينا معه هو مركي كوبا مركي كوبا مرك أنا بالود باقي شيء مرك أنا تب بالود دي مصان عنا مصان نقله وكان سيحني هبين كي وحنا كوس خايره بيصدر سكوس لين يوم مرك تبى بكيف ما لعلا دجا على مي تبى تما كل بقولي دخترت كوتري دخترت بورت ودخترت كوتري محاكو هاي بكيت تيجي هبين وطن سرت وستين وحن باكو دجا على مي مرك كان إيجان وين وعي قام باكو دجا على مي تبى تروح كوتري وح كان عصاميني تقولي أنا كرني بتي كلية تطبات كي بقول دولار سوق عالم marka loo bilood bay doonaysaa inay siisato haye tabe todoba afarta todoba ugu horeeyay bisha kaad markuu lacagtii bixiyay dilowani muqayle ayuu faaruqay waxaan halka lacagta uu u sii wataa haye duwadana ku samayn tartaa haye wixii siduu buu kaagoos qaylinaya waa yahay tabe to asagoo dhaba maray diktoorada ka soo baxday waxa wariyay ibn oo maxaa ku dhacay bisha dhawaadii ka bisoo maadiyay maray ma soo gaadin haye marka sukuuri tib markuu naxay leeyahay wuxuu sheegay garanay suur diktoore mid farsamay qaano khatar baan helayo sariirti dhameeyd ee dawxina si shoo lugu heeda dhareera afta lugu ka jir waxa iskala boo laway baashi sidii baan ku leeyahay waxaan ka sariirti dhameeyd aan ku jiifay afta lugu ka laga jaray wixii koos qeylin jiray dad ku fariisato waa laway marka waxaan helay mid farsamay qaano hol fudud oo waa baan ka marmay adiga iyo dawadi iyo boqolkii dollar lugii sariirti wixii koos qeylin waan jaray ba alle ilaa ninkaas maskaxbu rabiro markaas haa waxa sariyoon kan laga sii wado waa maxay تجيب دلع هذا الجرذي ها دركا عزيز ويقول بفقط فقط ضرر يا غادي مركو ديب بشي دمي بشي اللي بدو ده كهت وطنا دكتور دلوا كسر بحدي دودي نبود ميسن مركا سرتي ورا فرت اللغات بقى والله كسر بقول كمان دي مركا ويحب يقول حيب اللواه لواه ها مركا شكا شكا سوا حيب مركا بس أنا كان يسيني كم قيل كا يلعب تلقى قادم إن يأكل اللي بقى إن بالود وأنا مرة بس كحليني تبعتوين كايلة ده هيو رقبين تبضن واحد عضان مركا يدي مر مرسية يورفن الحقيقة وحيت هاي كرم وينه واحد عضان همين كانا مقيلين دبابنا على أمور البتية واستوسوا يا رو واحد كرانا ساي لفت الكود قربة حتى بهال شاطرة لا شاطرة ما هيتروا شاطرة شاطرة أي توفي لي مقعد باشا سوى بحال والسكو درا موقت وخامي رامتو سال اسكو راهم با دغ قف الوردي ولا تقسيم يا ونو ما هاتن قريان عليري وحن قاتن كما كدي غابين كون بقف كسحق يوم رفاق 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 قف كي بيسي باسو سو دير كيس كسكس على كون عيو خلي من الدين كريا دي و بلود ولا قبسي و بلود ولا قبسي دباتوين بدن بباشلي برنامج كني دو برنامج انو غتلا غلي ان بلشنا اي ايغونا ان كلا كيب قاطان وفكر كودا يا ارارتودا يا مركا شيكدا اي هيان سي انا ابرن يغ لفتر كودا اي نوغ سو غدبيان تليفون نمبر شاشه كو قران ان اديا مركاس بل اديك لفتر كاغو شيكدا ادينو هيسيو ان دربيرو شيكا با شيكي كنتاي شيكدا انو هيا
een sheekooyinkii hore horta way kaga diisan tahay een sheekadani gabadh bay ku saabsan tahay iyo nin isqaba een waxa dhacday gabadh baa masayrtay gabadhi markii ay masayrtay dumarku hadii ay masayraan waxyaabo badan baa istusaa tijaabooyin badan bay markaasi een ay marayaan ninka een gabadhani ayaa waxay soo qortay ninkeedii oo shaqada ku maqan ayaa warqad bay qortay waxay u sheegtay warqadaas ay ugu qortay in ay ka tagayso wadigeedna aanay u soo laabanaynin iyadoo oo marka sidee hinaaso iyo ninkan tijaabiyo bal xaaladdu siduu noqon doonto ay doonayso inay Rabiro tijaabiso warqad bay qortay waxay u sii dul saartay meel waxay ku tiri waan baxay reerkaygii baan tagay dumna weliba uma soo laaban doono sidaasi markaasi uu la soco ninkii baa soo rawaxay wuu yimid horkii gurigii markii uu yimi baa wuxuu arkay warqadii iyo halkan joogtay iyo xaaskiisii uun joogay warqadii buu akhriyay oo ay ku qoran tahay dhawaan kaa tagay waa ku kaa ninkii dee kulli qofka marka uu wax ku dhacaan wuxuu la yaaba arko moraalkiisu wuu isbedelaya iyadoo lafteedu tay uga socotay taas bay heeday maanay tagin sariirta bay ku hoos jirtay gabadhe oo ka xaraabisasa dabcan waxay doonaysaa bal ninkani xaaladiisu siday noqoto inay aragti doonaysaa Rabiro sariirtii hoos gashay gabadhii ninku wuu arkay warqadii wuu akhriyay markii uu akhriyay qalin buu la soo baxaa wixii uu markaasi rabay ayuu isagana warqadii xagga dambe uu kaga qoraa dharkii buu bedeshay telefoon buu iska qabsaday markaa waxa uu la hadlay sidii qof dumar oo kala isagoo leh xabiibtii debishaaro maanta gabadhii dabcan isaga laftiisu wuu arki doonaay uu leeyahay xabiibtii de maanta waxaan ku hayaa bishaaro warti ilaahay baa iga kaxeeyey da iga tagtahayba gabadhii halkan bay ku sigtaa way maqlaysaa way xanaaqsan tahaa isxijisayo cunaha isku dhigtaye ilaahay baa iga kaxeeyey maxaan kuu arki waaye talo intaanaan masiibadan gursa waxuu ninkii akhriyay akhir wuxuu kusoo gabagabeeyey Rabiro inuu idhaahdo bal macaanay soddon daqiiqo kabacdi baan kuu imanaya markaasi maadaama deetay naga tagtay naga faaruqday wuu baxay markaasi gabadhii dee laysma xajin karto oo reactionkii aragtay ismaro uga inuu arkaye way soo boodatiyo dee xanaaqsan waxay isku qabatay saddex waxay leedahay ma ninka dishaa ma naagtan wuu tagayaa dishaa waa way ku gashay waabatii aad markaasi dareensanayde iyadii baad soo dishaa mise ninkan baa dishaa mise meeshan waxba kuma yaalaane sidaad hore u qortayba waabaad iskaba tagtaa reerkiina baa tagtaa dabcan tii iyadoo ku tashanaysa ayay warqadii aragtay xagga dambeba waxaa kaga qornayd xaaskaygiiyay waan arkaa inaad ku hoos jirto sariirta hoosteeda cagahaaga waa ii muuqdee iska soo bax imankana weliba waxaan inoo doonayaa qadi stagi telefoonkan waa telefoon markaasi aan matilayo mana kaa maarme haiga tegina bali la joog dee Rabiro qisadaasi markii aan akhriyay waxayna noqotay qiso aada u qosol badan sidoo kalena xigmad weliba ay ku jirto dabcan qisadani waxyaabaha anigaan kaa dhex kaleyga sii yaabiy waxaa ka mid ah shaxda laysla dhigay shaxdii koowaad iyadoo ay soo dhigtay markuu lugaheedii arkay ma oranna heblee waa baarka iska soo baxay wuu aaminsan waxay tihi adigu dhawaash warqaddii soo qortay warqaddii dhawaash ku qoran aad iyo aad laba qof isfaysay bay aaro aad iyo aad laba qof isfaysay inay isku ciyaaraan film baa la isku jiraa waxay micnaheedu tahay waynu isfahmaynaayo markaasi film kale hayla jili oo wakaaday intuu arkay buu haddana telefoon qabsaday oo wuu ogyahay inay laftiisu tijaabo lagu waday telefoon kaloo qabsaday maanay waan kuu imanaya oo kuusoo socda tii ilaahay baa iga kaxeeyey 30 daqiiqo isug buu yidhi iyadina halkan bay go'santay iyada lafteedu dee waxay istiri khalaas qaayo kaftankii ay wadiba wuxuu la galay sheeko dhabdhab u eeg marka haddaan madaxa ku dhufaninba ilaa way ladantahay Rabiro waxabay istiri baa laga yaabaaba way shakida marka waxa doonaysay reactionkiisa inay aragto markaas uu bixinay isaguna waa arkay inay halka ku jirto marka xaaladda uu dajiyeeyo
دی کله دی چوکتی و حول بله دبای این تی دوونی سه وایر دبای اینکه ها این تاشش کی گیه دی و رومو به مرکه دنبه سه حبسی محل بالا سیستای مرکی ای حبسطای وای عرقتینه لی وحش شکلش شکل آد حیص بدن و تضیف را بدن با نمبر ایریا اینی شکل باس وحش بدن کفن دوران آدیان و یه قلعه یابایی مر مرکه قدرت کسی فهم وایان این شکل ما حیاب بدن ای کودکان دوران نسیمیه دو دم هاتن تای و تای سیمیه دی شکل کلا اینو سون نکنه شکل دنی و شکل شکل این کاره یه ما کدوبن و حیصله آدیا شکل ما حکایت لسا مدحونه کمیده مدحونش سومالیا وقتی گاز ایا وحیه ریا مدحونه هذل که چینا کدیم نه مدحونی با عسل الله سمنه ول عسومی اسید اول بلسکور اسم چراس کوره سنیا تبته یهو میشی مناسبه دل و ضفر دیو عدل و ضفر دیو ایا با مدحونیه چینا لورنیا وحکوده شیل ما تبته مدحونی با لورنیا مدابو مدحونه مرتینوی سومالیا اسگا مگا بحنه تی چیم بیاین چه ما یه چوچا یه مگه یک کلا لرده؟ از سوگان تبیه تو طلا با کل ارسان تو مگه ایده؟ یه لچینه گرما یه لچینه گرما این مگه او بیه گرلا؟ ولی سکفر یو سالو ده دیگه سیدک تله تاگ یو لیلی مگه او پرکوده واقعا؟ اون دنال لیه دنو مرکزی که قبض بالا لی میارانه میشه لکن ولی لیل بدن میده حویلی میده حویلی هن مرتی دعابا مگه به هنیا؟ ایون بسیس کفر دیو مهندس قبضه هندیش شمبوله وأنت تقول شيء نوع نسعك وتقول وأنت لو صي عيو على بلو بتنسيه لرينا كي وحب عيه هندشو ما قعيو قاعد مرجع زي سقو سقو تري لاي تري لاي مرجع طلع كوك عصا تاسي بده بلا وحكو كعي صباري وح لكن لكن ربي رو موسيقى بصدين هندشت مركي هو صعب تماي تيا بس سقي بقى مركو هندسي صعب كده تبرو هندشو ده نجوري ومبلن بدين وما قعي صاربا بتوما تنتي الله رعري على بلا ساري وانت السجن واحد كم يسيد ذكر عيوك يوم بوبحي ما صوت أنا لقب ولا بابي بقى إيه ما كارش بلا وضعها مقعي ده مسكه هندسي وقعد تشيني صي عيرو مقعول بحيو ده هذا البم اللي وشيك اسكو دماتي وشيك اسكو دماتي طبعا السجن هو مسكه هندسي ودر له يوم بوه هندسي سجن در له بها السجن مر كوربك مراتين يشينا هن أنا ومر كاسيد قرنا إن إيوه حتى مر كده لوي يعني كلن كان لوي يعني كلن دبلوماسية دي سياسية طبعا ما راح تسكو يدا أصدق ده كده كان الله كرمه واحد كم فلان يدين إنه إلما لقوا رنا يا لقوا ما قاعد بحيو حبيب كده سدي طبعا and ده كله كده باليو هندسة عساك كده بارسي سيبان نور كرنا ورد بدبادي سي من ركب قارب ده هاي لا يحكو صحيح من ركب قارب ولا هاي مركزة and ده شيء كبر شيء كي كنت هاي and ربي لو أنا وانا هل كان واحد إنه وهايا شيء كو أذ قص البدن وطبعا أنا يقص لسي ده وضيع البدن and أرجيني إنك قص من ده طب een sheekadani waa nin reer baadiye ah een waa yahay een shubiro een horta reermi iyo reer magaal marka la yiraado keeba maadeys iyo qosol badan horta dadka reermiga sababtoo ah waxyaabo badan oo looga baranin oo inagu magaalada inagu aa inagu adag inay sameeyno adiyan ay iguna sameeyaan inaguna waxyaabo badan oo fudud baan iguna sameeynin ana iguna sameeyno goobta tagtana waxyaabo badan bakornayaan in inaka maxa kasiya ma dhaan dhaan ba miyir dhimay inta badan dadka marka qofka ama qurba ka yimaada maharkiisa ku dhashay miyiga taga wax laga yaabaa inaanu kala garanayn ba xoolahi dibada xornay ilmaan maxa kasiya waxay doonayaan inuu karto oo uu laada kana waa neefki kana waa geeli ilmaanna marka weligii ma arag inagana kayno yimaada halka yimaada marka uu bilaadki si jiro ama muraayadi jabiyo waynu ku qosolaa oo shay aanu la qabsanin u tuuro adiga imika kamarada ama de qalab lacaqayl soo siyo kale halka ay tahay waxba ka hayn uu qofkii intuu jiro kuma xaga sheekaysa adiga waxaan ma neef xoolaaba neef ka de inta badan xagaana ariga iyo de waxa ku weyn magaranaysa geela iyo waxyaabaha de la isticmaalo adiga xariiste in sooran ayaaba ka matalay ruwaayad ahayd in lagu yiri isagoo baadiyo kasoo galay war teeb kamid garaacda wuxuu warhayo waan garaacayo loo yeerayo computer iyo tab block ee uu guri qor isaguna intuu bur qabtay uu iimaanka kaga qaaday ku jajabiyay oo markaasi allah ma xariistay ee khatarba istaasi en oo markaasi leeli war maxad u jajabisay uu yiri demela iyo oran garaaca markaasi isaga de wax qiimo ah iyo wax macna laacitiisa kama ilaahin ee kaliya tan wuxuu mooyay lagu leeyay jajabi isaguna de waka burka la dulmaray en iyaguna waxay doonayeen inuu tabki garaaco ومركز سيدا وحكو قروه وكو شقيق مركز كل قلبه وحبه لوينو
waxa inaga agteena ka weyn baan iyagana agtooda aan qiimo kala hayn sidoo kale wax badan aan dadka magaalada garanayno inay la socdaan ayay dadka ee baadiyo rabiirow ay aad u la socdaan waliba ku la yaabaya waxaana xaqiiqa saamiyay in baadiyo murulbay mustanbeedka magaalada hadii wax kasta ay dhacaan mustanbeedka magaalada inta badan haday subag noqoto haday aan waxyaabaha ku noolnahay oran inta badan waxa ka soo qaadanay waa baadiyo adiyad aan de kulli baadiye dhaqankii oo dhan ba jiray oo waa halkii awl Soomaali baadiye ka timi waa halkii laga soo wada yimiday aan sidoo kalena oo markaasii uu dhaqankii iyo ixtiraamkii iyo wanaagii iyo kalgacalkii iyo qofnimadii baa qofnimadii wax kasta iyo dhaqankii waa meesha ay yaalaan ay kala yaataan aan rabiir wadaba sheekadani waxay ku saabsan tahay aan nir baadiye ah oo dhimir waayay dadkeena baadiyuhu waagii hadda ka horeeyey aad baa loo xoolo badnaa laakiin waayadii dambe waxaad moodaysaa marba marka ka dambaysaa inay xooluhu soo yaraanayaan maadaama dadkii magaaladii ay soo wada galeen hadalka adiga watee waan sheekadaasan sheeko kale ku xasuustay waqti waqtiyada ka mid a anigoo miyiga jooga ayaa inta badan dameerka waata gaadhi xumaarka la saaro marka miyiga inta badan waxa uu ahaa imika halkan waaraadka iyo ka isticmaalo candhambeelaha iyo waxa uu ahaa dameerkoo laba loo isticmaali jiray in lagu raro biyaha oo cunto raashinkii waxa lagu rarto iyo in lagu xiro baalka dheere buuriga kadibna lagu soo qaada alaabooyin badan waxaa sitaa waqti waqtiyada ka mida oo meel aan joogay tuulaha ayaan tuulo kale usii raacay ciyaalnimadana waa ku qofku iska yar waxaa dhacday intaan xagga dambe ka fuulo buuriga ayaan lugaha kala alaadin jiray xagga dambe taasoo aan wadadiina daawanayo dhinacna aan ka saaranahay dhinacna gaadhi ximaarkii aad markaasi ka fuushan tahay wuxuu waa waxyaaba aadka loo kula yaab qaalina wahaan jiro waxaa jira waxyaabaha ugu qaalisane lagu guuro ee reeru ay inta badan ay ilaa weliba waqtigan la joogo rabiirow waxaa jira reero badan oo aada u isticmaala maadaama uu markii hore aada waxaa loo raran jiray waagii hore geela imika geelii wuu sii yaraanayaa marka meeshoodii inta badan waxay geliyaan dadameeriiba reerkii lagu raraya lagu guurinaya haddii uu meel kale u guurayo daankii baa lagu soo raraya sidoo kale raashinkii haddii la doono caruurtaaba lagu qaadayaa markaasi dameerku wax aad u weyn oo qiimo badan buu agtooda ka yahay sheekadani waa nin reer baadiyaabay ku saabsan tahay rabiirowsan horeba u sheegay ninkani dameer baa kalmay ninkii siduu dameerkiisi u deedeeyey u deedeeyey ayuu goob magaalaa soo gala magaalo markii uu soo galay baa dadka miyigu marka uu qof soo martiyo waa la marti qaadaa ninkani dadka magaaladu miyiga uga fiican taha wax marti qaadaba magaaladii dhameed wuu ka waayay markaasi ninkii waxaa la dhageeyey rabiirow hotel hotel markii la geeyey hotelkii buu qolkiisi la geeyey loo kareeyey hotelkii buu la yaaba qaabkuu u qalabaysan yahay qaabkuu u yaallo sheekadii gooyaar cadcad decorationkii buu la yaaba isagiina uu is eego ustagiyo boorka saaran ayuu rabiirow markaasi la yaaba waxaa dhacday inuu yidhaahdo warniyow hudheelkan quruxda badan dhulka nadiifta balboorkaagana dharkaaga iyo jirkaaga saaran ha kula seexana sariirta hoosteeda iska seexo dhulka waxaa dhacday dhulkii buu seexday rabiro hudheelkiina albaabkii uu furan yahay hadda muu xidhanine waxaa dhacday isagoo dhulkii hurda baa hudheelkii waxaa yimi reer markaasi family wiilii gabal baa yimi markii ay yimaadeen baa waxaa dhacday waxaa laga kareeyey qolkii uu ninku deganaa markii laga kareeyey maadaama sirirta waa laga waayey albaabkiinu inuu qolkii furan yahay waa la arka marka waxaa loo fahmay inuu dee ninkii uu iska tegayo oo iska baxay uu qolkii banaan yahay reerkiibaa degay meeshii reerkii markii uu degay baa cabaar haddii la deganaaba wuxuu ninkii uu soo jeedaa wuu yaaban yahay wuxuu leeyahay war meeshan baase laysugu soo gelaya waa maxay waanu dhegtana wuu maalayaa in yar kabacdi baa wuxuu maqlay ninkii oo gabadhii u sheekaynayo le jacaylkaaga daraadii waxaad moodaa adduunyada waxay yaallaba in lay hor keeno haddii aan adiga ku haysto adduunka waxay yaallaba waa lay hor keena de waxaa la yidhi ninkii meel bogtaa isagay balbashaaye ninkii isaga meel baa xanuunayso damiirkiisii baa ku qufulaa waxaa dhacday rabiirow dhinkii inuu soo boodo
إنه هذا ور ولا إله يدري هذي واحد كسر لقوه هرتو صو أنا قد أمير كي مالي كل شيء هذي واحد كسر لقوه كان قاعد كني محبة أنا إلا ما رويس ويدار سنة يال ضحك قوين أسمع اللي بتجلس كم مدن أمير كي يسمع كم مدن وصوب هذا ور ولا هذي أتون كورن لقوه هركيرو أنا قد أمير كي مالي كل شيء هذا النمو هذا كعدي مالي كم مدن مركا الدنيا هذا كسر نمو واحد كوين نمو البو تاسو واحد كتو سيسا إذا كان فيك لديري خلك لقوه صار قليل لا دقي يوحد أدي حكى جم رجبا ذن أدي خوش أنا سير كم غري إيش قد أمير كي يسي وكسر حن واي أيه كم مدن dadana dadna kimirki uu isagoo doonaya ninki gabadhan inuu qanciyo kula jacaylkaaga duunka dhan baa lay horkeena daraadi markaan ku haysto ayuu wala hadii duunka dhan lagu horkeena aniga dameerkay igu balmeel markaas igu sheeg waa sheeka markaas ay aad u qosol badan aad u qosol badan aan labo qosol badan baarsan oo aan mid ay tahay qofka isaga waxa ku weyn ayuu buu markaas tan niyadiisa ku jiro oo ka dhex guuxaya oo ka soo baxaya aan yeen tahay kaafiye kala dheeri oo dad labadii qof aray warbay ha wariyaan aan aan labadii qof war isku aynoo dadniki qofkii isagu degan baan kala lo keenay iyo gabar kale iswata aan family lo keenay dem xibiye jacayl iyo aan oo dadkii soo qabay hor keenay miro suudaaniga la tamaa weli igu sheeg aan markaasi rabiro bal taasina waa taas sheekada sheekay kantay bal markaasi sheekada ugu dambeysa mar laba waad mahadsantahay walaalo daawadayaasha waxaan xusuusinaynaa inay lambarada shaashada ka muuqda nagala soo xiriiri karaan isla markaasina ay nagula dhiiban karaan fikradooda kala duwan iyagoo nagu soo diraya qaab message ahaana saamiyay haddii aan kusii socono sheekadeena waayaha oo sheekadii ugu dambeysay sheeko kale ayuu ku xigsin lahayn laakiin waqtiga inagu yara ogaad sheekadan aynu ku soo gabagabeyn doonaa in sheekadan waxa weeye nin baa wuxuu imanaya meelaha lagu xanaaneeyo xayawaanadka dabeeto wuxuu arkayaa xayawaano fara badan wuxuu arkayaa dameer iyo daanyeer meel oo fadhiya haye daanyeerku furuu taagtaagayaa wuxuu sharaxayaa dameerku dhagu soo taagayaa daanyeerku qoslayaa oo sheekanayaa aadiya dameerkuna saasun buu taagayaa dhagu taagayaa u dhageysanayaa dabeeto markaas soo koranaya maanta ma iibsan karaye berri baan imanayaa oo aan doonayaa inaan xayawaanka la iibsado marka maanta laakiin dhandhan bay ahayd maalintii dambe uu meeshii imanayaa dabeeto kii xayawaanaadka maamuliyaba ka furay albaabkii markaas soo arkaya dameerkii oo qosliyo dayeerkiina aamusan yahay markaas soo oranaya xayawaanaadkan oo dhan waan soo wada maray xayawaanaadka kale wuu wada faraxsan yahay shalay dameerku aamusnaay maanta muxuu la qosliya markaas soo oranaya sheekadii shalay uu dayeerku ka sheekaynayay ayuu maanta fahmay ayuu maanta fahmay sheekadii shalay dayeerku sheekaynayay ayuu maanta fahmay khadkiisa cusraa shalay toola maanta ayuu sheekadii imika baka timid ayaa isagana sheekadii soo gaadhay marka qosalkii waa isku soo beegatay marka sheekadiisa waxay qaadataa dayeerka waqti dheer inta la fahmayo dayeerku fahmay waqti bay qaadataa waqti bay qaadataa marka imiku fahmayo wakaasna qosliyo wakaa imika isna qosliya wallahi waa sheeko aad u qosol badan oo la yaabla sheekadii shalay laga sheekeeyay baa maanta lagu qosliyay ayaa maanta lagu qosliyay oo dameerka fahankiisa ka soo yara qaadanayaan aad iyo aad dadkeennu ama dee sheekooyin kasta sheeka xariirooyina dameerka waxaa laga sheekeeyay inuu xagga fahanka iyo xagga yaba kale inkastoo dadkeenna haddana ay awood ahaan isticmaalaan waxyaa badan uu inoo qabto marka loo eego dhanka miyiga daawadayaal waxaan kusii soqanaa guntiiya gabagabadii sheekadaasina waxay ahayd sheekadii ugu dambeysay bal iminka dhanka iyo saamiyan warajiyahay saamiyan rabiirow haddii aan daawadayaasha xasuusiyo daawadayaal waxaad nagala soo xiriiri kartaan lambarka shaashada ku qoran si aad noola soo wadaagtaan toddobaadka markaasi dambe sheekooyin aad u xiiso badan qisooyin madadaalooyinka markaasi aad jeceshihiin annagu oo idii tixgelin doona oo idii soo qaadi doona hadba sheekooyinka ugu qaalisan oo ugu qosolka badan leh daawadayaal intaasi waxaanu haddaba kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni sheekaba sheekay keenta oo maanta uu daafurkiisu ahaa dabcan toddobaadkiiba hal mar ayaad ka dheehan doontaan barnaamijkani shaashada ZBA TV barnaamijkani waxaa idii soo jeedinaya anigu ah Saami Xasan Areg iyo weliba waxay igu mahadelinayay Rabiire Axmed Diiriye tan iyo kulanti dambe dhammaanta waxaan idin leenahay sheekaba bal sheekay keentaaye kulanti dambe.